هذا يعني لا يصدر من انسان ينتسب العلم هذا الكلام لا ينتسب الى لا يصدر من احد ينتسب العلم لان هذا يعد من اتخاذ الله ايات الله هزوا اذا كان القران يبين في مساله واحده فرديه ان الانسان عندما يعني يضار زوجته مره فرد واحد من المجتمع الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عندما طلب الأزواج أن يعدنوا فإمساكوا بمعروف وتسريحهم بإحسان قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ماذا وصفه؟ قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا إذا كان الإنسان يمسك زوجه للضرر ليضارها الله عز وجل وصفه بهذا الوصف قال انه يتخذ ايات الله هزوا لانه لم يمسك بمعروف ويسرح يسرح باحسان فكيف الان بمن يستولي ويغصب اموال ليبيا باسرها يغصب ثروه الشعب الليبي منذ اكثر من عامين مال اليتيم ومال المحتاج ومال المضطر ومال الفقير ومال الارمله ومال اصحاب الحوافظ ومال للجرحى وما للفقراء أموال الناس الضعفاء وشلح الشعب الليبي كلها مستولي عليها عصابة منذ أكثر من عامين اغتصبوها ومنع الناس من حقوقهم لا يجد إنسان يذهب إلى مستشفى ليعالج لا يجد علاج الكهرباء منقطعة على الناس الناس يذهبوا إلى المصارف ولا يجدون أموالا مرتباتهم متأخرة تلاميذهم ألغيت امتحاناتهم وأخرت من أجل إفلاس البلد ليس فيها أموال أموالها أين ذهبت إلى أين مستولي عليها عصابة عصابة الجدران وجماعته ويسمون أنفسهم يعني مسؤولين على حراسة منشآت النفط وهم يغصبونها من الأمة كلها منذ أكثر من عامين إذا كان هذا الضرر كله عندما نقول للناس هذا المال فيه حق لكل فرد للصغير والكبير واليتيم والعاجز والمتقاعد والأرمل كل فرد من الشعب الليبي عنده في حق مغتصب منه منذ أكثر من عامين عندما يغتصب منك مالك ألا يجب عليك أن تذهب ليسترد مالك وتقاتل دونه أليس هذا هو الحق وهذا هو الدين وهذا هو الشرع إذن لو كان هذا هو دعوه الى القتال وانتهاك حرمات الاموال فهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من قتل دون ماله فهو شهيد يدعو الى سفك الدماء ويدعو الى انتهاك حرمات الاموال يا ضلال يا من تسمون انفسكم مشايخ اليس هذا من اتخاذ ايات الله هزوه ومن الاستدلال بالادله الشرعيه في غير موضعها في نقيض معناها اتخاذ آيات الله هزوا معناها أن الإنسان يتلاعب بالأحكام ويتلاعب بالأدلة والأوامر والنواهي عندما يعتد عليك إنسان ويكون باغي وقاتل زي ما يفعل حفتة في بنغازي ولا يعتديك على الإنسان على مالك ويأخذ منك وأموال ليبيا كلها زي ما يفعل جدران وتقول للناس دافعوا على أنفسكم وخذوا أموالكم ومن قتل دون الدم فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد هل يسمى هذا انتهاك لحرمات الاموال والاعراض؟ ان هذا ان هذا لافك وضلال وتلاعب بايات الله واستهزاء بها وهذا من التبديل والتحريف لايات الله وكلماته فعليكم ان تتقوا الله اذا كنتم تنتسبون الى العلم هذا ضلال مبين هذه هؤلاء ليسوا شيوخ هؤلاء مزورون هؤلاء احبار اليهود هم الذين كانوا ياكلون بايات الله ثمنا قليلا الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون ثمنا قليل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختاروا في الكتاب لفي شيء رقم بعيد يعني هؤلاء الناس يأكلون بآيات الله وإيمانه ثم قيل ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلونه ويزورون الكلام ويسمون الناس الذين يريدون أن يدافعوا على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم يسمونهم أنهم ينتهكون الحرمات والأموال والأعراض ويستدلون على ذلك استدلالا فاسدا فاجرا ظالما بأن استرداد الحقوق هو من انتهاك حرمات الأموال والأعراض نعم هو لا شك يا شيخ الله